بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن سيدنا عمر ماشي في طريق مقنع فلقي بدوي أعرابي فسلم عليه عبد الله بن عمر: السلام عليكم، مرحبا بك، أهلا وسهلا. ثم نزل وحملوا على الحمار، عم يركب الحمار، نزل وركبوا على الحمار وشال حمامته لبسوا إياها، وشال حبايته لبسوا إياها، صفي بلا حمامة وبلا حباية. فقالوا له: أصلحك الله، هذا من البدو، شيء قليل بيرضى فيه، إذا بتعطيه شيء قليل بيرضى فيه. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر. أبوه كان صاحب سيد عمر. وإني سمعت رسول الله يقول: إن أبر البر صلة الولد أهله، ود أبيه. هذا كان صاحب عمر، لبسه اللفة وعطاه العباية وركبه على الحمار، والله الله يعطيك حمار وعباية ولفة. صد الله عليك يا رسول الله. هيك علمونا شلون يبر أهل ود أبوه. ما هو كمان إمام الشافعي كان عم يدرس رضي الله عنه، عم يدرس، دخل بدوي من الباب، طلع فيه الإمام الشافعي، نزل عن الكرسي، هو عم يدرس، نزل عن الكرسي وناداله: تعال تعال أنت، وعانقه وقبله، شلح عبايته ولبسه إياها. شو هذا يا إمام؟ قال: استغربت أنه واحد بدوي. إن أبا هذا علمني مسألة، أبوه علمني مسألة. شو المسألة؟ علمني متى يبلغ الكلب، إمتى بيبلغ الكلب. هاي مسألة تعلمتها، فلازم كرم ابنه كرماله، فكرم ابنه كرماله. هاي بر أصحاب الأهل، من شو بننتفع إحنا إذا بلغ الكلب أو شو بننتفع؟ لكن مشان نعرف قدر العلم، تعلم مسألة من أبوه، ما كرم الأب توفى، كرم الابن كرمال الأب. نزل عن كرسي وهو عم يدرس ولبسه عبايته، ما شاء الله. هذا كان أبوه علمني مسألة. قال له: يا أبتي، وما هي المسألة؟ قال له: علمني كيف يبلغ الكلب، ما علموا أحكام الصلاة، ما علموا أحكام الوضوء، ما علموا أحكام، علموا شلون الكلب بيبلغ، إن بلغ وما بلغ. شو لحنا شو رح ننتفع؟ هذا العلم يا ابن. هيك تعلموا كيف يكرموا آباء علمائهم، أو كي يكرفوا اللي عمل خير مع آبائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، صلى الله عليه وسلم. ثم الحس على إكرام الأخوات، تربية الأخوات والقيام بحقوقهم. والحديث صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا حكى النبي عليه الصلاة والسلام، بس اسمعوا لي، أنا إلي رأي بهالحديث. اليد العليا شو بيعرفوا الناس؟ المعطية،
والنبي قال اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي الآخذة. في حديث النبي قال عليه الصلاة والسلام قبل أن تقع الصدقة في يد الفقير تقع في كف الرحمن، وإن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون شق التمرة كجبل أحد، نص التمرة جبل أحد. فإذا كان تقع في كف الرحمن تحط إيدك فوق ولا تحت؟ هون فكر لما بدك تعطي الفقير حط إيدك ولا تفضل خلي هو يمد إيده ياخذ، ما بحط أنا بإيده إيدي من فوق. هذا أدب فهمه أهل التصوف من الأحاديث، ما حط إيدك من فوق تقع في كف الرحمن، فإذا تقع في كف الرحمن حط إيدك من تحت خلي إيده من فوق، فما أخذه الرحمن ضاعفه لك. هذا أنا فهمته من الحديث، اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، من تعول اللي عندك بالبيت عم تنفق عليهم أهلك وأولادك وقرايبينك، وابدأ بمن تعول. مين تعول؟ أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك، كل ما بيكون أقرب هذا صلى الله عليك يا رسول الله، هذول مسؤولين عنه. أمك وأباك، بيجوا الأخوات، يعني أخوات مختلفين بدهم يبيعوا البيت، جايين ياخذوا إذن ببيع البيت، تقولوا الوالدين وين بدكم تسكنوها؟ قال بتدبر حالها. يخرب بيت أبي، وين دينكم وإيمانكم؟ أنت وينكم؟ وين بدها تدبر حالها؟ تروح تسكن بالأوتيل ولا تروح تشتغل خادمة عند الناس؟ تقول لهم بيت ما بينباع ما دامت الأم حي في حياتها، ما بينباع البيت ما دامت الأم في حياتها. خلاص شيء حكى ما بينباع البيت. ما أحلى الأخ اللي بيكون مربع على الإيمان، يحب الشيخ، هذا كلام الشيخ ما بيتنى، ما بينباع البيت ولا ينباع. حتى توفيت رحمة الله عليها، لما توفيت قالوا هلا بيعوا البيت واقتسموا، اجوا لعندي جاي بالبيت كذا شؤون القسمة، كل واحد بياخذ الحق الشرعي تبعه، الأم الأخت الأخ، إذا في أخت وحدة ميت مات ما ترك غير أخت وأم. الأم قديش تاخذ؟ تلت. والأخت قديش تاخذ؟ نص. واحدة الأخت لحالها تاخذ النص، ويلي بيبقى إذا في عم ابن عم بياخذ الباقي. الأخت بتاخذ النص، بنت لحالها بتاخذ النص، يعطوه النص. أعوذ بالله، تأخذ نص إجا رجل لعند القاضي قال لي يا مولانا ماتت فلانة وأنا قريب لها ما في إلا وارث غيري، قال له جيب دليل أنه أنت قرايبها ما في غيرك، ما في دليل. راح جاب له قفة التمر حاشي بكل تمرة نص ليرة ذهب، اجى عندهم قاضي ما بيستقبل حدا في بيت، قال لهم خذوا له هالهدية وقولوا له هي هدية فلان،
قدموا لي اياها. اول تمره حطت امه طلعت نص ليره ذهب، ثاني تمره نص ليره ذهب، ثالث تمره نص ليره ذهب. شيء حلو يعني. ثاني يوم اجى لعنده على المحكمه قال لي مولانا ما تقول في المساله انه يعني توفيت وانا قريب مما في غيري؟ قال له اكسر لنا من التمرات نكسر لك من العمات والخالات. اكسر لنا من التمرات نكسر لك من العمات والخالات. كتب له هذا هي عمته وقرته هو قتمها روحوا البر. كتر لنا من التمرات كل تمره فيها نص ليره ذهب، ايه ناكل 10 تمرات 5 ليرات ذهب. يعني اكسر لنا من العمات اكسر لنا من التمرات نكسر لك من العمات والخالات. لا اله الا الله الحاصل. الله يرزقنا يا اخواني العمل بكلام الله، نكرم اخواتنا، نكرم بناتنا. يكرم الإنسان بناته أكرام البنات. والله يا أحبابي أغلى عندي، أغلى عندي من أكل النمهرة والبقلاوة. والله لما بكرم بنت من البنات أشعر والله كأنه حياة جديدة دخلت علي. حب أفرح هيك بكرامة إخواتي بكرامة بناتي بكرامة شو. ليش؟ كأنه النبي قال من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبنا يعني يكبروا أو يموتنا أو يموتوا عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، بنتين أو أختين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يلي الله عز وجل بكرمه يشكر الله عز وجل. وفي الحديث من سعى على 3 بنات فهو في الجنة وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صائما قائما. حديث من سعى على 3 بنات فهو في الجنة وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صائما قائما. مجاهد صائم قائم. الله أكبر. هذا يعني بكرم 3 بنات صلى الله عليه وسلم. ومن كفل يتيما له ذا قرابة، من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في الجنة كهاتين صلى الله عليه وسلم. في أمة النبي عليه الصلاة والسلام في البركة كتير. الراوي المؤلف عم يقول أنا بعرف شاب مات والده وتركه صغيرا مع 5 أخوات ولما اشتد عوده صار يعني شوي كبير بحث عن عمل يتكسب منه فرزقه الله تعالى بعمل طيب فكان يواصل الليل بالنهار وأحبه صاحب العمل لإخلاصه وأمانته واستطاع بفضل الله بجهده أن يربي إخوانه أخواته ويجهزهن ويزوجهن حتى كبروا وزوجهن ثم بدأ بعد ذلك يفكر في تزويج نفسه. وأخيرا صلى الله تعالى عليه وسلم قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق
أو حاما وأرضى باليسير صلى الله عليه وسلم أكثر أولادا أنت وأرحاما، يعني أكثر أولادا صلى الله عليك يا رسول الله. أخذنا اليوم حديثين، الحديث الأول بالغناء أو الإنشاد، الحديث الثاني قصة جاريتين، والحديث الثاني قصة زواج جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد وتقبل منا يا ربي يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.